كلمني بقى على مقابر أسرة ذو الفقار، يعني فقط تم نقل رفات الملكة فريدة، ولكن هذه المقابر فيها رفات ناس كتير، يوسف باشا ذو الفقار اللي كان والد الملكة وكان سفير مصر في إيران، علي باشا ذو الفقار جد الملكة واحد من أهم الشخصيات، كان في أيضا محمد سعيد باشا اللي هو أول من شكل لجنة لوضع النص الدستوري الخاص بمجانية التعليم، والدة الفريق عزيز المصري، يعني في يعني شخصيات لها تأثير في التاريخ المصري في عصر مهم موجود لسه موجودين، ده مصير هذه الشخصيات ايه؟ والله لغايه دلوقتي محدش عارف، يعني القرار النهائي في عمليه نقل المقابر ديت لسه يعني ما لم يتخذ فيها يعني قرار نهائي، كان في وبعدين كان في لا، كان في تغيير، كان في كذا كذا. المهم ان هم في حوالي 70 شخص مدفونين في المقابر دي، بيقال ان هيعطوا مساحه خارج منطقه التطوير، لسه مش عارفين هتكون فين، مش عارفين مساحتها هتكون قد ايه، مش عارفين اخراجها هيكون شكله ايه، لكن اتمنى طبعا ان هم يعني يكرموا بما يليق باسره يعني ذات اصول عريقه جدا وجات مصر وخدمت مصر خدمات على مدى يعني حوالي قرن ونص، يعني خدمات عظيمه جدا، حضرتك قلتي جزء منها لكن ده طبعا. يعني لا يعد ولا يحصى خدمات هذه الاسره للدوله المصريه. لا، ونتمنى كمان انه ليس فقط هذه الاسره، ولكن في منطقه الامام الشافعي في اسر كثيره كان لها اثر مهم في مصر، فنتمنى انه لو تم نقل يعني هذه المقابر، اولا تنقل، احنا في جزء معماري مهم في هذه المقابر، في جزء معماري قد لا يكون أثري ولكنه تراثي، وإحنا عارفين أن القاهرة كلها يعني مسجلة في اليونسكو، وبالتالي نتمنى أن كل مكان له طراز، كل مقبرة لها طراز معماري مميز يتم نقلها، يعني يتم الحفاظ عليها، ولو هتنقل تنقل بحرص بحيث أن احنا نحافظ على هذه المقابر. هي مش مجموعة حجارة، هي فن، هي فن معماري يعبر عنا. أما عن الرفات فليس فقط المهم الملكة فريدة، رغم أنه أكيد نقلها موضوع مهم ويعني بنشكر كل الجهات اللي ساهمت فيه ووافقت عليه، ولكن أيضا رفات كل هؤلاء من أسر مهمة أثرت في مصر وفي تاريخ مصر. نحن نحترم التاريخ، نحن نحترم التاريخ. تفضل. اسمحي لي حضرتك ان انا اوجه لك شخصيا الشكر انك تبنيتي هذا الملف وطالبتي اكثر من مره باعاده النظر في موضوع الملكه فريده، وانا دلوقتي اسمحي لي بقى ان انا اطلب طالما ان احنا وصلنا النهارده ان احنا حققنا جزء من احد احلامنا، ان في لسه حاجه تانية انا بتمناها، ان احنا ننقل رفات الاميره فوزيه بنت الملك فؤاد اللي هي كانت امبراطوره ايران، لان برضو منطقه المقابر الخاصه بيها لعائله شيرين برضو معرضه لل طبعا طبعا الانتقال، فاتمنى ان احنا برضو نقدر ننقل الاميره أو الاميره أو فوزيه طبعا طبعا لجامع الرفاعي ايضا طبعا اللي بيضم رفات كل الاسره، كل الاسره شامل الاسره صح. من اول وجديد اذا كان الملك فؤاد مدفون فيها، فبالتالي يعني هذه ابنته، فيعني الملك فؤاد والملك فاروق والخديوي اسماعيل والسلطان حسين، ويعني يعني دي الاسره كلها اللي هي خشار هانم ام الملك ام الخديوي اسماعيل، لما بنت الجامع ده كان يعني املها في ان يكون ده يعني الموزوليوم المجمع للاسره كلها. بشكرك دكتور ماجد فرج المؤرخ والباحث المتخصص في شؤون الاسره الملكه. مره اخرى نحن نحترم التاريخ، نحن نحترم كل من حكمونا، نحن نحترم الناس اللي أثروا في مصر وتركوا أثرا وبصمة في تاريخ هذا البلد، سواء برفاتهم أو مقابرهم اللي هي بعضها فعلا قطعة معمارية رائعة.
فلا يمكن ان احنا نهدمها بالبولدوزر، حتى لو كان ده لتوسعه الطريق. توسعه الطريق مهمه، لكن التاريخ اهم. علينا ان نحافظ على التاريخ، فلو هنوسع على الاقل ننقل هذه المناطق. يعني احنا بنتكلم في زي ما انتم شايفين كده الشواهد كلها معموله بميه الذهب، احنا عايزين ننقل هذه الشواهد، ما ندوسش عليها، ننقلها بشكلها كده تكون موجوده. لو كانت موجوده في مكان اخر ننقلها ونحافظ عليها، ده جزء من هذه الشواهد. لكن في مقابر تحفه معماريه لا يمكن الناس تكون عندها، وزي ما قلت لكم الناس بتدور على تاريخ، احنا عندنا التاريخ مش ممكن هنهده.